ثم إنهم صاروا يقولون إنهم تكلموا مجازا، ثم بعد ذلك أمر القول بأنهم تكلموا الحقيقة، وقرروا ذلك بأنه خالق للكلام في غيره. وكان هذا من التبليس على الناس، فإن المتكلم عند الناس مقام بالكلام لا من أحدثه في غيره، كما أن المريد والرحيم والسميع والبصير والعالم والقادر من قامت به الإرادة والرحمة والسمع والبصر والعلم والقدرة لا من أحدث ذلك في غيره. وكذلك الإرادة، فإن من الجهمية والمعتزلة وغيرهم يقولون من يقول إنه لا إرادة له، كما يقول من يقول من المعتزلة البغداديين، ومنهم من يقول له إرادة أحدثها لا في محل، كما يقول البصريون منهم. والشيعة المتأخرون وافقوهم على ذلك، ولهم قولان كالمعتزلة، وهو من أفسد الأقوال من وجهين: من جهة إثباتهم صفة لا في محل، ومن جهة إثباتهم حادثا أحدثه لا بإرادة. فهذا المصنف احترز عن مذهب هؤلاء وأحسن في ذلك، ولكن هذا المصنف اختصر هذه العقيدة من كتب المتكلمين الصفاتية الذين يثبتون ما ذكروا من الصفات بما نبه عليه من الطرق العقلية ويسمون ذلك العقلية. وأما أمر المعاد فيجعلونه كله من باب السمعيات، لأنه ممكن في العقل والصادق قد أخبر به. وأما المعتزلة والفلاسفة والكرامية وغيرهم، وكثير من أهل الحديث والفقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وكثير من الصوفية وسلف الأمة وأئمتها، فيجعلون المعاد أيضا من العقليات ويثبتونه بالعقل، ويخوض أهل التأويل منهم فيه كما خاض الصفاتية في ذلك. ولكن المصنف سلك في ذلك طريقة أبي عبد الله الرازي، فأثبت العلم والقدرة والإرادة والحياة بالعقل، وأثبت السمع والبصر والكلام بالسمع، ولم يثبت شيئا من الصفات الخبرية. وأما من قبل هؤلاء كأبي المعالي الجويني وأمثاله والقاضي أبي يعلى وأمثاله، فيثبتون جميع هذه الصفات بالعقل، كما كان يسلكه القاضي أبو بكر، ومن قبله ومن قبله كأبي الحسن الأشعري وأبي العباس القلانسي، ومن قبلهم كأبي محمد بن كلاب والحارث المحاسبي وغيرهما. وهكذا السلف والأئمة كالإمام أحمد وأمثاله بن حنبل وأمثاله، يثبتون هذه الصفات بالعقل كما ثبتت بالسمع، وهذه الطريقة أعلى وأشرف من طريقة هؤلاء المتأخرين كما سيتبين إن شاء الله تعالى. وأيضا فأئمة الصفاتية المتقدمون كابن كلاب والحارث المحاسبي والأشعري وأبي العباس القلانسي وأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الطبري والقاضي أبي بكر البقلاني وأبي إسحاق الإسفرايني وأبي بكر بن فورك وغيرهم، يثبتون الصفات الخبرية التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها، وكذلك سائر طوائف الإثبات كالسالمية والكرامية وغيرهم. وهذا مذهب السلف والأئمة. ولا ريب أن ما أثبته هؤلاء الصفاتية المتأخرون من صفات الله ثابت بالشرع مع العقل، وهو متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها. وإنما خصوا هذه الصفات بالذكر دون غيرها، لأنها هي التي دل العقل عليها عندهم كما نبه عليه المصنف. ولكن لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول، فلا يلزم نفي ما سوى هذه من الصفات، والسمع قد أثبت صفات أخرى. طيب، الشيخ يقول هنا: ثم إنهم صاروا يقولون، يعني كما عرف أن الآن عندنا ثلاث أقوال لهم. الأول أنهم أنكروا الكلام، هذا القول الأول، والثاني أنهم قالوا متكلم مجازا، ثم قالوا بعد إيش أنه متكلم حقيقة، والمراد إيش أنه خلق الكلام في غيره. قال الشيخ: ثم بعد ذلك أظهر القول بأنه متكلم حقيقة، بل ومن التلبيس ثم يقول هذا بالإجماع، فيو يعني يوهمون إيش أنهم يثبتون الكلام كما يثبته إيش أهل السنة، كذا في الفتاوى 12-29. أي وضح هذا الشيخ في موطن ويقول، يعني هذه الأقوال الثلاثة، يقول الشيخ: أنكر الجهم أن الله تعالى يتكلم، ثم نافق المسلمين فأقر بلفظ الكلام وقال كلامه يخلق في محل كالهواء. يعني الجهم أنكر طبعا متابعة لمن؟ للجعد كما هو في القصة هنا. قال: ثم نافق المسلمين فأقر بلفظ الكلام وقال كلامه يخلق في محل كالهواء، هذا القول الثالث، هذا في الفتاوى 12-27. الشيخ يقول أيضا: لما كانوا في بدعتهم على الفطرة قبل أن يدخلوا في المعاندة قالوا متكلم مجاز، ثم قالوا حقيقة، فإذا الآن يعتبر الشيخ أيهما أشنع؟ أنا بقول الثالث. أي نعم. قال: ثم قالوا حقيقة من فعل الكلام في محل منفصل عنه، ففسروه بما لا يعرف لا في العربية ولا في غيره. وهذا كثير ما ينبه على الشيخ، لما يقول المعتزلي أو الجهمي أن المتكلم قام الكلام في غيره، أي نعم، هذا لا يعرف لا في العربية ولا في لغة سائر لغة الأمم،
وفي موضع آخر يقول أصدق قولهم، يعني أصدق الأقوال عندهم الأول، أن الله تعالى إيش؟ لا 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 تكلم ولا يتكلم. نعم. والثاني متوسطون في النفاق اللي هو إيش؟ المجاز. والثالث محض، محض إيش؟ النفاق، لما قال إيش؟ أنه متكلم لكن إيش؟ قام الكلام إيش؟ بغيره. هذا في الفتاوى 12/11/1994/400. هذا يبين لك أن الشيخ رحمه الله يعني أن من يكون قوله فيه نفاق ورواج وتلبيس يكون مقالته وإن كانت بادئ الرأي أقل انحرافا لكن في الحقيقة إيش؟ أشد وأشنع وأكثر تلبيسا، فجعل ذلك يعني هو النفاق المحض. طيب انتهينا من هذه الأقوال إيش الثلاثة. قال عندك هذا من التلبيس على الناس، هذا بين، فالمتكلم عند الناس من قام به الكلام. وكذلك الإرادة، قال عندك هنا فإن من الجهمية ومنزل من يقول إنه لا إرادة له. المحقق ذكر عندك بعض الفروق بين معتزلة بغداد ومعتزلة إيش البصرة، ولا شك أن معتزلة بغداد يعني أشد انحرافا وهم المتأخرون، وهذا يتسق مع تقريرات الشيخ أننا كلما ابتعدنا ويعني في الأزمان المتأخرة تكون بدعة أشد من الأزمان إيش المتقدمة. يقول الشيخ في المسألة، يقول البغداديون أشد غلوا في نفي الصفات وفي القدرة، نفي الصفات وفي نفي القدرة، وأنهم نفوا حقيقة الإرادة، نفوا حقيقة الإرادة مثل ما قال عندك الشيخ هنا، أنهم قالوا إيش لا إرادة له. وذكر الشيخ هذا قول الجاحظ والكعبي. قال والبصريون كأبي علي الجبائي وابن أبي هاشم قالوا تحدث إرادة لا في محل، تحدث إرادة إيش لا في محل. طبعا يقول لما ينكر لا، يقول لا إرادة أنكر صفة ولا ما أنكر صفة؟ أي نعم. ليش؟ حجة إيش؟ أنه لو أثبت الصفات يلزم من ذلك إيش؟ تعدد القدماء. طيب الآن لما نجي معتزلة البصرة أثبت الإرادة، صح؟ لا، قالوا إرادة، لكن كلام صحيح ولا مو صحيح؟ قالوا أحدثها لا في محل، هذه مصيبة. لما يقول إيش؟ أنها ما قامت به، لكنه أثبت صفة الإرادة، والمعتزلة بغداد أنكرها بالكلية. كيف نشف هذا البغدادي والبصري مع أنه كلهم معتزلة؟ لا يختلفون، عندك في الحاشية فرق بينهم. قال عندك هنا مثلا في الدر الخامس تأويل الميزان والصراط وعذاب القبر، هذا عند البغداديين دون إيش؟ دون البصريين. لا في فروق، المحقق ذكر بعض النقول في هذا. المذهب، المذهب كل ما يعني تأخر كل ما زاد إيش؟ زاد انحرافا وانحدارا. إيه، فالبغداديين هم إيش؟ هم المتأخرون مثل مذهب الأشعري. إيه نعم، الأشعري قلنا فيه متكلمة وفيه إيش؟ الأشعرية الكلابية، ثم بعد إيش؟ المعتزلة. المعتزلة ثم إيش؟ الأشعرية إيش؟ الفلاسفة أو المتفلسفة. نحب أن نذكر الأخوة بموضوع شناعة القول بخلق القرآن، والشيخ لخص هذا في عبارة متينة وقال أن المقصود بخلق القرآن يعني هذه خلاصته هو تعطيل الشهادتين، هو تعطيل إيش؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أي نعم. فإذا قال بخلق القرآن عطل التوحيد، عطل شهادة لا إله إلا الله، وجه ذلك أنه صارت أسماء الله تعالى إيش؟ ماذا؟ مخلوقة. نعم. وعطل الوحي، ما صار إيش هذا وحيا من كلام الله سبحانه وتعالى. هذا في بيان التلبيس الجهمية الثالث 18/500. قال عندك هنا والشيعة المتأخرون وافقوهم على ذلك، الشيعة وافقوا من؟ المعتزلة. قال ولهم قولان كالمعتزلة. طبعا المعتزلة القدامى ما كان على طريقة إيش الشيعة، يعني ففي فروق بينهم. مثل عندك إيش مشبهة؟ إيه نعم صحيح، يعني كانوا مشبهة فتأثروا بعدها المتأخرون بالمعتزلة فصاروا إيش معطلة. هذا واحد. كانوا جبرية. الجبرية أنا ما أدري، لأن الشيخ يقول إنه مرة يوافقون الجبرية ومرة يوافقون إيش القدرية.
لكن اللي مر بنا في كلام الشيخ أو غيره يعني في أن من أصولهم الأربعة أصل إيش؟ العدل. والعدل هو بمعنى عند إيش؟ عند من؟ عند المعتزلة. ولا الشيخ يقول مرة يوافقون الجبرية ومرة يوافقون إيش؟ القدرية. يقول إذن قال الرافض القدماء لم يكونوا جهمية يقول الشيخ في التسعينية، بل كانوا مثبتة للصفات، فلما كانوا بعد زمن في عهد بعد زمن البخاري يقول كذا من عهد بني بويه الديلمي، فنشأ فيهم إيش؟ نشأ فيهم ماذا؟ التجهم، وأكثر أصول معتزلة. قال رحمه الله الرافض القدماء لم يكونوا جهمية بل كانوا مثبتين الصفات، فلما كانوا بعد زمن البخاري من عهد بني بويه الديلمي قال فنشأ في الرافضة التجهم وأكثر أصول معتزلة. قلنا هذا في التسعينية الأول 62 و200. وقال أيضا رحمه الله كتب الشيعة مملوءة بالاعتماد في ذلك أي في الصفات والقدر على طريقة المعتزلة، وكان في أواخر المئة الثالثة، وكثر في المئة الرابعة لما صنف لهم المفيد اللي يسمونه الشيخ الشيخ المفيد وأتباعه كالموسوي والطوسي، كالموسوي والطوسي كذا في المنهاج الثاني صفحة 300، وأيضا في بيان تلبيس الجهمية الأول 90 و200. ففي بيان تلبيس الجهمية قال أن قدماء الشيعة موافقون المعتزلة والمخالفون، قدماء الشيعة مخالفون. ولهذا تجد عند المعتزلة كما في نفس الوقت المعتزلة في أول الأمر كان يغلب عليهم النصب أليس كذلك ولا لا؟ المعتزلة الأوائل واصل وعمر وطعنوا في عدالة علي رضي الله عنه، أما المتأخر فظهر عندهم إيش؟ التشيع مثل ما تجد عند عبد الجبار وغيره. طيب نواصل. قال رحمه الله لما قالوا لهم قولان كالمعتزلة واضح يعني أن الشيعة صار لهم يعني قالوا بقول البغداديين وقول إيش؟ البصريين، هذا مقتضى السياق. قال فهذا المصنف اللي هو الأصفهاني احترز عن مذهب هؤلاء، هؤلاء اللي هم من؟ المعتزلة، وأحسن في ذلك، أحسن في ذلك لأنه إيش؟ أثبت الإرادة والكلام، وهؤلاء إيش؟ المعتزلة لم يثبت إيش؟ لا إرادة ولا كلاما. قال لكن هذا المصنف اختصر هذه العقيدة من كتب المتكلمين الصفاتية، طبعا اختصرها من أين؟ عرفنا إيش؟ من وين؟ من جل اعتماده وهو إيش؟ معول على من؟ على الرازي، الفخر الرازي. قال الذين يثبتون ما ذكره من الصفات بما نبه عليه من الطرق العقلية، طبعا سيأتي كما مر بعد قليل أنه الآن هو ليس على طريقة الأشاعرة الذين من قبل الذين يثبتون الصفات السبع كلها إيش؟ بالعقل، لا كان يثبتون بالعقل. أما هؤلاء اللي هم شمس الدين الأصفهاني فأثبت أربعة منها بالعقل وأربعة وثلاثة منها إيش؟ بالسمع كما سيأتي. قال وأما أمر المعاد فيجعلونه كله من باب السمعيات لأنه ممكن في العقل والصادق قد أخبر به، يعني لما يأتي المعاد يقول المعاد ماذا؟ يثبت بالسمع ولا بالعقل عندهم؟ بالسمع، بالسمع. لكنهم يقولون ممكن في العقل، وش موطن الغلط عندهم في ممكن في العقل؟ هذا نبه عليه الشيخ رحمه الله في الدار وفي النبوات، وأنهم جعلوا إيش؟ جعلوا المعاد والبعث نشور من باب إيش؟ الإمكان إيش؟ العقلي أو الإمكان الذهني وليس الإمكان إيش؟ الخارجي. والفرق بينهما ظاهر، يعني الإمكان الذهني مثل ماذا؟ مثل الآن مثل ما مر بنا أن الممتنع قد يكون ممتنع لذاته وقد يكون ممتنع إيش؟ لغيره. وجه ذلك ممتنع لذاته أن يكون الشيء موجودا إيش؟ معدوما أو متحركا ساكنا، لكن الممتنع عادة هو إيش؟ أن يمشي الشخص على إيش؟ على وجهه، هذا ممكن في الذهن لكن ليس موجودا إيش؟ في الخارج. فهم جعلوا المعاد كذلك من باب الإمكان الذهني أنه يعني لا يمتنع، لكن لم يجعلهم باب الإمكان إيش؟ الخارجي. يقول الشيخ رحمه الله في هذا قال فيثبتون الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني، فيقول هذا ممكن لأنه لو قدر وجوده، لو قدر وجود إيش؟
المعاد والبعث والنشور لم يلزم من تقديره محال. يقول الشيخ: الإمكان الذهني حقيقة عدم العلم بالامتناع، وعدم الامتناع لا يستلزم العلم بالإمكان إيش الخارجي، فإن الله لم يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا، إذ يمكن يكون الشيء ممتنعا ولو لغيره، يعني مثل ما مثلنا بقضية إيش المشي على الوجه أو الطيران مثلا في الهواء. قال: إذ يمكن يكون الشيء ممتنعا ولو لغيره وإن لم يعلم الذهن إيش امتناعه، بخلاف الإمكان الخارجي، فإنه إذا علم أنه في الخارج يحتمل الامتناع ولا يبطل الامتناع، يبطل. قال: بخلاف الإمكان الخارجي فإنه إذا علم بطل أن يكون إيش ممتنعا. هذا كله في الدار الأول 30، وفي النبوات الأول 15 و300. ومما يبين لك أن المعاد من باب الإمكان الخارجي وليس من باب الإمكان الذهني، أنه إيش وجد ولا موجود في الدنيا؟ وجد، يعني في عدة قضاء قصص، طيور إبراهيم أو كالذي مر على قرية وقتل بني إسرائيل إلى آخره، فوجد الشيء، وجد نظيره، وجد ما هو أولى منه ولا لا؟ وش أولى منه؟ على خلق السماوات والأكبر من خلق الناس، نعم، ونحو ذلك منش من الأدلة. قال عندك هنا: وأما المعتزلة والفلاسفة والكرامية، قال هؤلاء كلهم يثبتون المعاد بإيش؟ بماذا؟ بالعقل. طيب، المحقق زال خير الشيخ محمد ذكر عندك تعريف الكرامية في منتصف 27، يعني فعلا قد أحسن في هذا التعريف، يعني كما مر بنا للأسف أن جملة من الذين يبحثون على طريقة السنة لما يأتي الكرامية على طول أول ما يقول إيش مجسمة، ومر بنا في مواطن كثيرة أن الشيخ الإسلام لا يتهمهم بالتجسيم بهذا الإطلاق وبهذا البغي. هم نعم قالوا إن الله تعالى جسم أطلقوا، لكن هم مختلفون في ماذا؟ في إيش؟ في معنى هذا الجسم. الأمر الآخر أن الشيخ إنما يعيب عليهم يعني، ويبين أن أبرز ما يعني انحرف فيه في قضية إيش؟ قضية ماذا؟ قضية الإيمان، لما قالنا الإيمان إيش؟ قول باللسان. أما ما عدا ذلك فهم لم ينفردوا به، يعني لما تقول قضية أنه قال جسم، هناك من هو أسوأ منهم قال إيش؟ جسم بمعنى التمثيل اللي هو إيش؟ شاب الحاكم، شاب بن سالم، نعم، هؤلاء كلهم أول من قال أنه تعالى جسم، نعم. اللي هي يعني فيها تفصيل الجسم، فيها موجود عند الشهر الثاني وعند ما ردينا للشهر الثاني مشكلة يا أبو سعد، يعني هو إذا كان الآن ما قولة نصية ما هي يعني إنه يعني فيها تجسيم تمثيل، يعني إيه فيها، يعني حتى بعضهم يعني صار متأخرين يحكي الإجماع. يعني أنت مر بنا مواقف كلام الشيخ في بيان تلبس الجهمية، وأنه أثنى عليهم في مواقفهم من الصحابة وجملة من مسائل أصول الدين صحابة، لا يعني ما كان الشيخ يعني، وفي جملة من الأشياء التي وقعوا فيها قضية حل الحوادث، يعني هي ليست عندهم عند إيش؟ عند غيره. أما قضية يعني هم قالوا بالجسم مثل ما قال هشام وهشام، لا ما هي ما وصل الحد، لا ما وصل، لكن كلمات ثانية إيه، لكن أنا قصد أن هذا أن كتب الكلام كما كتب المقالات عرف أن فيها إيش فيها أغلاط ولا لا، فيها أغلاط، والشيخ يقول أصح ما فيها كتاب إيش أبو الحسن، ومع ذلك فيه أغلاط، لا سيما لما أنت تتكلم عن مثلا الشهر الثاني، والشهر الثاني ينقل عن من؟ ينقل عن المعتزلة يعني زرقان، ونعم، وهؤلاء غالبا يعني أي شخص يثبت الصفات إيش نعم، مثل ما عندك الرازي صار، نعم. مو الرازي يقول في إثبات العلو، يقول خصومنا من الكرامي الحنابل، الكرامي والحنابل، قال الشيخ لا، بل خصومك الرسل عليهم السلام هو الحنابل والكرامي، والله أعلم. طيب، قال جعلوا يثبتون بالعقل ويخوض أهل التأويل منهم. طيب يقول خوض أهل التأويل، شلون يخوض أهل التأويل منهم؟ يعني هذا موجود عند الفلاسفة وعند المعتزلة صح لا، وعند أهل الحديث،
كما خاض الصفاتية في ذلك. وش خوض في المعاد؟ طبعا فالأسف واضح ضلالهم. معاد إيش؟ إيش عندهم المعاد؟ معاد ماذا؟ معاد الأرواح. حسنت. بعض المتكلمة ممن يقول بالجوهر الفرد، المعاد مبني على عندهم قضية إيش؟ على أن الجواهر المفردة إيش؟ موجودة لم هي موجودة؟ موجودة ما تبنى. لا لا تتجزأ ولا ولا تستحيل. نعم. فالمعاد كله عندهم مبني على إيش؟ على ماذا؟ على أن هذه الجواهر موجودة وأن إيش لا تستحيل ولا يعني ولا تتناهى. المعاد يعني مبني على أصل فاسد وهو قضية إثبات الجوهر الفرد، شيء يسمونه الجوهر الفرد. نعم. وهذا ذكر الشيخ في الدار الخامس 94 و100. قال الشيخ: ولكن المصنف سلك في ذلك طريقة أبي عبد الله الرازي له الفخر، أثبت العلم والقدرة والإرادة والحياة بالعقل، وأثبت السمع والبصر والكلام بالسمع. هذا موطن غلط، واللي عليه من قبل أنهم يثبتون إيش؟ جميع الصفات السبع إيش؟ بالعقل، ولم يثبت شيئا من الصفات الخبرية. الصفات الخبرية كما لا يخفى عليكم هي قسيم الصفات العقلية، ولا لا؟ هي التي تثبت بالخبر. أما سائر الصفات فتثبت إيش؟ بالعقل والنقل. بقي هنا نقف هنا عند نستصحب يعني باعتبار أن شمس الدين الأصبهاني امتداد للرازي، نذكر بعض كلام الشيخ رحمه الله ونختم به في هذا المجلس. الشيخ رحمه الله يقول عن الرازي في مواطن متعددة، نذكر بعض الكلام ثم نذكر حالات. يقول: أولا، الرازي لا خبرة له بحقائق مقالات أئمة أصحابه كابن كلاب والقلانسي والأشاعري. يعني أنت الآن عندك الرازي ينتسب للأشاعرة، لكن كلام الأشاعرة المتقدمين إيش؟ يعني لا 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 لم يطلع ولم يعني يعتني به. ابن كلاب، القلانسي، الأشاعري، هذا أمر. الأمر الآخر، يقول الشيخ: الرازي جاحد للعلو ومخالف لجميع السلف ولعامة من يثبت الصفات كالكلابي والأشاعري. إذا الآن هو خالف إيش؟ الأسلاف. في الموضع الثالث قال: فيه تجهم قوي وميل إلى الدهرية. طبعا الشيخ لم يقول الدهرية، يعني ميل إلى ماذا؟ الفلاسفة، حين يسميهم الصابئة. يقول: أكثر من ميل هي السلفية لإمام السنة، وقد صنف على مذهب الدهرية حتى صنف كتاب إيش؟ السحر، وقال أنه تاب منه. في موضع آخر قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام: مادة الكلامية من أين؟ من كلام الجويني. هذا والشهر الثاني. قال: وله مادة قوية من كلام أبي الحسين البصري في إيش؟ في أصول الفقه. يقول: وسلك طريقته في أصول الفقه كثيرا، أما التصوف والفقه فكان فيهما ضعيفا. وفي أيضا موضع آخر قال: غالب مادة الرازي في كلام المعتزلة ما يجده في كلام أبي الحسين البصري، وفي مذهب الأشعري على كتب إيش؟ الجويني، ولم يعرف كتب قدماء الأشعر. يعني تجد كلام الشيخ متسق في هذا المواطن. هذا كله في بيان تلبس الجامية الأول 65 وصفحة 8400 والثالث 24400 والسبعينية 49400. طيب، لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.